بيحب الأدوار. حارة أشرف جه زيت يلا نروح لها، يلا يا جماعة شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة. حارة أشرف جه زيت يلا نروح لها، شد الكوبسي واجري نلعب كهربا. طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة، هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة. حلقة جديدة غريبة جدا النهاردة لوجود طبعا سليمان عيد. نفتكر ازاي يا سليمان كنا بنعمل الزينة زمان، فاكر؟ اه طبعا فاكر. اه كنا بنجيب ورق جرايد هو نفسه اللي بنعمل بيه الزينة. قطع يا لمبي معانا يا لمبي، وانتوا قلبوا الالوان، امسك البتاع ده كده. كنا بنقطع الورق ده كده اهو ونعمل بيه شكل بتاع الزينة. ايه اللي ايام حلوة كنا بنعور نفسنا دايما. طبعا ان احنا نجيب الجرايد ونعمل منها الزينة. انت قطعت البتاع؟ لا اسويتها مع دي. سويت ايه؟ انت قطعتها يا سليمان؟ بص ايه دي عامل بيها ايه؟ مبقاش في حتى الزينة بيجيبوها جاهزة، لكن كنا زمان احنا بنصنعها. انا فاكر. طب كنت بتصنعها ازاي؟ انا اصحابي اللي كانوا بيصنعوها، لان انا كنت بشتري الجرايد بجيبها لهم عندهم. فانا مقابل ما اجيب. لا ثانية واحدة، بص قال بشتري، يعني بص بيتعالى علينا ازاي. انا المنتج. انت ايه؟ يعني منتج الحاجات. يعني انت ممكن تضحك على المشاهدين لكن هتضحك عليا اصلا؟ لا والله ما بقى. تاجر جمال كان والدك؟ اه كان تاجر جمال. كنت بتركب جمال ولا بتاكل جمال؟ في رمضان كنا بنعلق الجمال. بس انا عارف كل حاجه، بس ايدي لا، لان انا دافع فلوس هشتغل بايدي كمان. في واحد شمال بقى كان بيلم فلوس من الناس. واحد شمال؟ اه مش مظبوط في ضميره يعني. حرامي. بعد ما قصيناها بتبقى بالشكل ده. تعالى بقى معانا نرص ده كده اهو. انتوا الالوان جاهزه؟ غطسيها. خد غطس شويه لون كده اهو في الاخضر، عشان يبقى عندنا ايه؟ اخضر واحمر. ولا انتوا كان عندكم الوان ايه؟ هو ما كانش في الوان زي ما كان ابيض واسود. انا اعتذر على البرنامج ده. علق معايا الخيط ده على ما هم يطلعوا لنا الورق. في مسمار هنا اهو، بص شايف؟ اربط هنا وانا هربط الناحيه الثانيه. تمام. هاتوا لنا بقى اللي طلع اهو. بس واحدة عشان لسه مبلول. أكيد كان في طريقة أسهل من اللي إحنا بنعكه ده. لكن كان بيستاب ينشف. وكان بيتعمل بالنشا. بالنشا. بص دي النشا أهي. خد بصبعك كده في النشا. ماشي. اعمل أنت بصبعك من النشا. بصبعي لسه واكل نشا من شوية يعني. خد. طيب ماشي. لا والله يا سليمان. ده حلوة ده، رز بلبن. وبنعمله كده أهو. دلوقتي الحمد لله الزينة بقت جاهزة. الحمد لله هم بيعملوها وبنعلقها زي ما احنا شايفين. فدي كانت الطريقه كنا بنعملها، وكانت طريقه سهله جدا. انا ما اعرفش ايه اللي احنا بنعمله ده، بس هي زينه حلوه يعني. انت ساكت النهارده يا لبي. ما انا مش هقول. انت قطعت انا دول. انا قطعت دول. ايه دول؟ مش بس هنعمل زينه. وبعد ما رصينا الزينه زي ما احنا شفنا كده، لو بنفتكر رمضان وبنفتكر ان احنا كنا بنعمل الزينه، كنا دايما بنلعب العاب. ايه الالعاب اللي كنت بتلعبها؟ كان في كذا لعبه يعني. في لعبه ما كنا بنلعب. ما تقلقش. اللي هو بتاع الورنيش. سوري علبه الورنيش. ليه سوري عادي؟ بنجيبها فاضيه وبنجيب بقى البومب كتير جدا ونفضي البومب فيها. جافلينها كده. جافلينها. واي واحد معدي بس انت تحدفها قدامه كده فتنفجر. طبعا انا ما بنصحش اي حد يسمع كلام سليمان. يعني بتلعب انك تفجر حاجات في احنا بنعتذر لكل الناس اللي اتفرجوا علينا. وهنروح دلوقتي عشان نلعب لعبه من العاب بتاعه رمضان. يا ريت. اللعب اللي فيه حركه ده مهم قوي. الاطفال النهارده قاعدين على الموبايل وطول الوقت رقبتهم بتبوظ. انت بتقعد على الموبايل قد ايه؟ كتير جدا. ما بقول لك الاطفال دايما يبقى نرجع بقى للالعاب اللي كنا بنتحرك فيها. يلا زي طيرو والحاجات دي. زي ايه؟ طير دي. طيرو. طيرو. بس احنا ما احنا عموما ما لناش دعوه اللي كان سليمان بنحبه وصحابه، لكن هنشوف لعبه غريبه. يلا بينا. يلا بينا. طبعا يا سليمان يعني احنا وقت رمضان كنا بنقعد دايما، مثلا اذا كنا قاعدين في الشارع نتلم مجموعه ونقعد نلعب لعبه. كان في لعبه اسمها الو. لعبه الو اي حد عايز يتعلمها يتفرج على الحلقه دي. اتفضل يا شريف ابدا. بيتقال بسرعه، راي سريع على طول، مش عايز اي حد يدي ملحوظات غير. ماشي. بيتقال بسرعه يا جماعه. الو. بتمشي كده. الو. الو 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 الو. مين معايا؟ مين معايا؟ مين معايا؟ مين معايا؟ مين معايا؟ مين معايا؟ انا حبشي. 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 حبشي مين؟ حبشي مين؟ حبشي مين؟ حبشي مين؟ حبشي مين؟ صاحب الخشبة. 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 خشبة مين؟ خشبة مين؟ خشبة مين؟ خشبة مين؟ خشبة مين؟ خشبة مين؟
خشبة حبشي أول واحد يا جماعة طلع النهاردة خشبة حبشي لا دي مش خشبة حبشي، دي خشبة حتشبسوت. لا دي مش خشبة حبشي، أي خشبة لا دي مش خشبة حبشي، دي خشبة حتشبسوت. لا دي مش خشبة حبشي، دي خشبة حتشبسوت. هنديله فرصة لسبب ان هو اللي حافظ اللي بعد كده. لا دي مش خشبة حبشي دي خشبة حتشبسوت. الله مين معايا؟ الله مين معاي؟ مش حبش حبش حبوش المحبش صاحبي؟ مش حبش حبوش حبيش صاحبي؟ حبش حبش حبوش المحبش صاحبي؟ حبوش أمير يا جماعة. طب ارجعوا تاني بقى. طب يا جماعة السحور صحر ايه يا بولا؟ بيض بس. وانت عمرو تسحر ايه؟ يا نهار اسود ده هيبقى جامد قوي، ده انت تاني يوم هيبقى عامل لك حماوي. بس انا بحب الفول بالليه صراحه. انت يا شريف كنت بتسحر ايه؟ والله الرئيس اللي كان بيتبقى من الفطار ساعات على 11 ونص كده 12 راح جايب الحاجه تاني. تك 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 وبالليل اكل زبادي قبل الفطار. لكن ما تقولش انك اتسحرت. لا لا ما اتسحرتش. بما اننا ذكرنا موضوع الاكل ده طبعا يعني احنا جوعنا صح؟ ايه رايكم نقوم ناكل؟ يلا بينا. طبعا ايه يا عم الرعب ده؟ ما ينفعش السحور من غير فول. ازيك يا محمود؟ تمام. محمود انت في رمضان بقى الشغل بيبقى مختلف عن بقيه السنه؟ ده اكيد بيبقى شغل زياده. بيبقى شغل زياده، الناس كلها بتسحر فول وبيبقى اصحاب ولمة ودنيا. بس السحور طبعا اكتر من الفطار. بيبقى اكتر من الفطار. يلا بينا حوده، احنا برضو السلطه انت مجهزها اهو. حلوه. تعال شطه. لا ما احبهاش. ما تحط شطه. طب اجربها بس حاجه بس الحاجه إيه؟ يعني تعالى 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 دندوعه دندوعه يعني بقول لك ايه بالراحه. والفول نفسه بقى عايزين ايه؟ حار ولا حلو؟ عايز حار ولا حلو؟ انا حلو طبعا. انت حلو عشان انا حلو. لا يعني انت بتحب اكتر الفول الحلو ولا الفول الحار؟ اللي هو زيت الذره ده حاجه ثالثه. اللي هو حلو ده ولا حلو؟ لا في حلو اللي هو الزيت العادي مش كده ولا ايه يا حوده؟ لا هو الذره هو الحلو. هو شفت بقى الذره هو الحلو. انا جبت لكم العيش ده صغير كده على قدكم. ايه ده ما شاء الله ده عيش اهي. في بصل؟ حد عايز بصل؟ تعرف لسه يا ابني بالراحه. ايوه برافو عليك يا شريف هو ده الكلام. اضرب بصل اضرب بصل. اللي خلص ابعت يا حوده. هات بقى الباقي يا سمان وتعالى. حد عايز ياكل يا جماعه؟ يا سلام على طعام. ده حار يا جماعه. يا جماعه زياد دلوقتي ما بياكلش فول وانتوا قافلين عليه. واحنا بنتسحر هنسمع زياد. وأجمل منك لن ترى قط عين وأحسن منك لن تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر أبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر أبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد
وعما نواله كل العباد حبيب الله يا خير البراء. احنا بنشكر سليمان اللي هو كان معانا النهارده وبنشكر محمود على الفول الجامد جدا ده محمود بنشكركم جميعا يعني زي ما احنا كمان اكمل الطبق ده قبل ما امشي ونتامل معاكم ان شاء الله وحلقه جديده بكره استنونا باذن الله وحاره اشرف حاره اشرف سليمان سابقا اتفضلوا معايا يا جماعه حارة أشرف جي سيت يلا نروح لها يلا جماعة شد الكوبسي واجري نلعب كهربا طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة حارة أشرف جي سيت يلا نروح لها شد الكوبسي واجري نلعب كهربا طب ما القعدة منورة كم لعبة صغيرة هيفرهدك ويسحرك أشرف بيحب الأفوارة